طيب بسم الله الرحمن الرحيم، احنا نشرح الليكتشر السادس في الفسيولوجي اللي هو الكالسيوم والفوسفيت هيموستاسيس. بداية عندنا كانترودكشن سريع، الكالسيوم عبارة عن اسينشال انتراسيلولار سيجنالينج مولكيول، مهم داخل الخلية كسلك المسنجز وغيرها، وبرضه مهم اكسترا سيلولري في الدم، لها برضه فانكشنز معينة. اول حاجة عندنا يعني لازم نسوي كنترول للكالسيوم كونسنتريشن لانه يعتبر ايش جدا مهم. برضو بتكلم عن الفوسفيت هيموستاسيس ان هي برضو مهمة للبودي فانكشن، زي مثلا بتدخل في لها علاقة في الاي تي بي ولها علاقة بالبفرينج اللي البفر سيستم، او يعني تعتبر واحدة من الاشياء، الفوسفيت تعتبر واحدة من الاشياء اللي بتعدل الاسيديتي والالكالين حقة الدم، وبرضو لها علاقة في البروتينز. بعدين بيقول لي ان الفوسفيت اذا ارتبطت مع الكالسيوم بتقلل ليفل الفري كالسيوم في الدم. هذا شيء يعني كذا طبيعي انه انت عندكم فري كالسيوم في الدم ماشي كالسيوم لوحده، فاذا جت فوسفيت وارتبطت بشويه منهم فاكيد نسبتهم حتقل. شيء ثاني انه الفوسفيت ما بتتنظم بشكل دايركت، يعني ما بيجي يعني ما في شيء اسمه سيستم خاص للفوسفيت انه بيشتغل تسوي حاجه وتشتغل مدري ايش عشان الفوسفيت يقل او عشان يزيد، لا، انما تعتبر تنظيمها سكند افكت للكالسيوم ريجوليشن، انه انت اي سيستم بينظم الكالسيوم خلاص بينظم معه الفوسفيت، نتيجه للتنظيم ذا بيصير في ريجوليشن او هيموستاسيس للفوسفيت. طيب هنا عندنا الكالسيوم بيقول لي انه هي عباره عن 1-2% من وزن الجسم، والواحد إلى 2% من وزن الجسم هذه 99% من البادي كالسيوم الموجود، 99 يعني تقريبا كل الكالسيوم الموجود موجود في الأسنان والعظام، باقي اللي هو 1% موجود في الدم وإكسترا سيلولر وإنترا سيلولر فلويد خلاص. فنعرف إنه 1-2% من وزن الجسم، يعني تقريبا لو واحد وزنه 100، 1 كيلو من ذا الوزن عبارة عن كالسيوم. طيب هنا عندنا الرولز اوف كالسيوم، طبعا في البون، في الاسنان، في الاكسترا سيلولر والانتر سيلولر، يعني عموما وين هي موجوده اكيد حيكون لها فانكشن. اول حاجه بيقول ان هي فايتال تو نورمال بودي فانكشنينج، يعني مهمه للفانكشن ولازم نحافظ على الليفلز حقتها. طيب في الاسنان او في العظام ايش بتسوي؟ طبعا كالسيوم هي الميجر ستراكشرال اليمنت اوف بون اند تيث، هي الميجر اليمنت، هي اهم حاجه في البون والتيث، وير ستورد ان ذا فورم اوف هيدروكسي ابيتايت كريستالز، بتتخزن داخل البون او التيث بهذا الفورم، يعني بتكون جوا البون وكذا بهذا الصوره اللي هو الهيدروكسي ابيتايت كريستالز. طيب وظيفتها في الاكسترا سيلولار ماتريكس والانترا سيلولار فلويدز انها بتسوي ستابيلايزيشن للممبرينز، بتضبط السيل ممبرين، تمام، برضو سيكريشن اوف نيرو ترانسميترز في اللي هي الكالسيوم سيجنالينج، لو جاء الكالسيوم بيسوي زي السيجنال انه النيرونز، يعني مثلا عندنا هذا مثلا النيرون، لو جاء الكالسيوم مرتبط هنا في الريسبتر ذا بيخلي الفيسيكلز اللي مثلا فيها هورمونز، فيها نيرو ترانسميترز، فيها اي حاجة تطلع اللي جواها، طبعا لو جاء الكالسيوم فهي برضو مهمة في الريليز لبعض النيرو ترانسميترز الموجودة. برضو في المسل كونتراكشن سكيليتل والكارديكال سموث مسل كونتراكشن الكالسيوم بيحفز خروج الكالسيوم جوا الاندوبلازميك ريتيكولم والاشياء اللي اخذناها في الكارديو والكلام ده. عموما انه الكالسيوم لو كان موجود المسلز بيصير لها كونتراكشن اقوى واكثر. طيب برضو زي ما قلنا انها بتشتغل كسكند مسنجر سيستم، انه مثلا عندنا هذه الخليه جانا هرمون معين على الريسبتر، الريسبتر هذا فعل الكالسيوم الانتراسيلولر كالسيوم، والانتراسيلولر كالسيوم بدأت تسوي حاجات ثانيه. عندنا اكتيفيشن اوف كلوتينج فاكتورز، اخذنا في الاي بي ال اس انه احنا بنحتاج كالسيوم عشان نفعل بعض الكلوتينج فاكتورز عشان يصير في عندنا كلوتينج ويوقف النزيف. كمان في السكريشنز اوف هورمون برضو بنحتاج كالسيوم عشان يصير في سكريشنز للهورمون. طيب الكالسيوم الموجود في الدم او اللي هو في السيرم كالسيوم، طبعا التوتال بلازما كالسيوم كونسنتريشن تقريبا بيكون ما بين 8.8 إلى 10.4، هذا الطبيعي للبلازما كالسيوم. طيب والكالسيوم بيكون موجود في 3 فورمات في الدم، يعني 3 أشكال، ايونايزد كالسيوم اللي هو الكالسيوم بلس 2، تمام، هذا يعتبر بلس 2 يعني ايونايزد، واللي هو أهم حاجة واللي فيسيولوجيكالي بيكون أكتيف فورم، يعني هذا الشكل كذا هذا أكتيف، تمام، واللي هو 50% من التوتال كالسيوم الموجود.
وعندنا مو 50 50%، وعندنا الغالب البقية يعني 50% راحت، باقي 50% تقريبا 40% منها بتكون مرتبطة في البروتينز، يعني مثلا كالسيوم ومع بروتين ثاني زي مثلا الألبيومين، يعني خلينا نقول هنا كالسيوم ومرتبط في ألبيومين، هذا الشكل منه 40% من الكالسيوم. الشكل الثالث واللي هو بيكون كومبلكست، اللي هو بيكون مثلا مع السايتريت أو الفوسفيت، بيرتبط مع الكالسيوم، كالسيوم فوسفيت، تمام، واللي هو 10%. فعندنا كده ثلاثة أشكال، الأول مع اللي هو الأيونايزد واللي هو الأكتيف فورم، الثاني اللي بيكون مرتبط في بروتين زي الألبيومين واللي هو 40%، والأخير اللي بيكون زي السايتريت والفوسفيت. طيب هنا عندنا الريجوليشن اوف بلازما كالسيوم ليفل، انه ايش اللي بيتحكم في البلازما بالكالسيوم ليفل. عندنا ثلاثه اورجنز اللي هي السمول انتستين، البون، والكيدني. هذه ثلاثه اورجن بتتحكم في الاورجنايزيشن او الكالسيوم كونسنتريشن. عندنا ثلاثه هرمونز، ثلاثه اورجنز، وهنا عندنا ثلاثه هرمونز اللي هم الباراثورمون والفيتامين دي والكالسيتونين. طيب ايش اللي بيصير؟ اول احنا عندنا البي تي اتش وعندنا الكالسيتونين. طيب هذا تقريبا عكس البي تي اتش عكس الكالسيتونين. البي تي اتش بيحفز الكالسيوم ريليز للبلد، يعني بيزود الكالسيوم داخل البلد. طيب اما الكالسيتونين بيوقف الريليز اوف كالسيوم انتو ذا بلد، يعني بيقلل الكالسيوم في البلد. طيب كيف؟ عن طريق الاوستيوكلاست اللي هي الخلايا دي اللي في البونز، هذه اللي يعني نعرفها الحين ان هي بتقشر الكالسيوم من على البون وبترميه في الدم، تمام. فاما البي تي اتش بيشغلها عشان ترمي كالسيوم في الدم، او الكالسيتونين بيوقفها عشان لا ترمي حاجه. هذا واحد. ثاني شيء برضو البي تي اتش نفسه ذا بيروح على اللي هي الكيدني، على ثاني اورجن. خلصنا كده من البون، تمام، نجي على ثاني اورجن اللي هو الكيدني، وبيزود الري ابسوربشن فروم ذا يورين، يعني بيمنع الاكسكريشن اوف كالسيوم، بيمنع انه الكيدني تخرج الكالسيوم عن طريق اليورين، تمام. فبيحاول يسحبه للدم مره ثانيه من النفرونز الى الدم، فهو بيزيد الري ابسوربشن، نقول بيزيد الري ابسوربشن عشان يزيد الكالسيوم داخل الدم. بعدين بيروح على شو اسمه، على الفيتامين دي، وبيأكتفه يعني بيخلي عندنا formation of vitamin D. رح نشوفها تحت الحين. فبيصير عندنا more vitamin D. طيب الفيتامين دي بعد ما يتكون ويتأكتف كل حاجة، بيروح على ال small intestine اللي هو ثالث organ الحين، بيروح على ال small intestine وبيزود absorption حقتها. يعني مثلا انت أكلت أكل مليان كالسيوم، طيب بيجي الفيتامين دي وبيسحب هذا الكالسيوم كله وبياخذه لي الدم، تمام. هذه الطريقه اللي بيتنظم فيها. فعندنا الكالسيتونين بيقلل ليفل الكالسيوم في الدم، والفيتامين دي والباراثورمون بيزودوه داخل الدم. طيب هنا عندنا السيلز الموجوده في البون، عندنا شو اسمه اللي هي البلد سيل لينج، وعندنا البون سيل لينج. طيب عندنا الخلية الأولى اللي هي الستيم سيل أو الأوستيوبروجينيتر سيل، هذه اللي هي الخلية الجذعية، الخلية بتتحول الستيم سيل ذي إلى أوستيوبلاست. طيب الأوستيوبلاست حتكون مسؤولة عن البون جروث، هي اللي بتبني، الأوستيوبلاست بتبني، يعني زي كأنها كذا قاعدة تكون بون أو قاعدة تكبر البون، فهي بتجيب الكالسيوم بتحطه، بتجيب الأشياء الثانية الماينرز وكل هذا وبتحطه على البون. طيب فهذه وظيفة الأوستيوبلاست. أول ما تخلص زي ما تكون إنه بتتحول إلى أوستيوسايت، هي كذا الأوستيوسايت هي الخلية العجوز اللي هي كذا قدها تقريبا تقاعدت، بصير شكلها بهذه الطريقة تقريبا. بتكون يعني هي عبارة عن ماتشور سيل، خلاص اكتملت، خلصت الفانكشنز حقتها كل حاجة، لكن عندها ان هي بتحافظ maintains the mineralized bone matrix، بتحافظ على البون ماتريكس الموجود في البون نفسها، تمام، لكن ما لها فانكشن كبيرة زي الاوستيوبلاست. والخلية الثانية اللي هي البلد سيل لينج بتكون ريسوربينج سيل او البون ريسوربينج سيلز، اللي هي بتسحب كالسيوم، بتسوي ريسورب غير ريابسورب. ريسوربينج يعني زي انه بسحب حاجه من شيء، يعني بسحب هنا الكالسيوم من البون وبحطه في الدم، فالاوستيوكلاست هذه وظيفتها. طيب
هنا البوني تيشو عبارة عن أورجانيك وعبارة عن ماينرالز، يعني البون نفسها عبارة عن أورجانيك وماينرالز. عندنا الأورجانيك ماتريكس وسيلز 2% خلايا سيلز و 98% حتكون اللي هي كولاجين وبروتوغلايكان وأوستيوكالسين أوستيون نيكتين وبون الأشياء هذه كلها والجي ال اي بروتينز وكل هذه الحاجات اللي هي الماتريكس حقة الأورجانيك كومباوند حقة البون سيلز البون تيشو. طيب وعندنا الماينرالز، الماينرالز اللي هو عندنا الهيدروكسي أبيتايت اللي قلنا انه هو ايش الكالسيوم، الفورم حق الكالسيوم اللي بيتخزن في البون، قلنا انه البون الكالسيوم بيتخزن داخل البون او في البون على صورة هيدروكسي أبيتايت. وبرضو عندنا التريس ايمونتس اللي هم التريس هم المغنيسيوم الصوديوم البوتاسيوم فلورايد كلورايد، كل هذه تعتبر من الماينرالز الموجودة داخل البون. طيب الحين عندنا الريليشن ما بين الاوستيوبلاست والاوستيوسايت. في بداية عندنا الأوستيوبلاست دي فيها عندنا الأوستيوبلاست عندها ريسبترز عليها، يعني في ريسبترز للبي تي اتش وفي ريسبترز للفيتامين دي 3 وسبسنس ثانية. طيب أول ما بصير في استيميليشن للأوستيوبلاست، خلينا نقول إن هذه كذا عبارة عن أوستيوبلاست وصار فيها أكتيفيشن وصار لها استيميليشن، فهي بتبدأ تسوي حاجتين. أول شيء بتسوي ريسبتر أكتيفيشن للـ NFKB ligand. طيب ايش اللي بيصير بالضبط؟ هي عليها حاجة اسمها رانكل، تمام؟ زي مركب اسمه رانكل. طيب هذا الرانكل او هذه الخطوة مهمة عشان الاوستيوبلاست حتساهم في عملية تحويل الاوستيوكلاست الامتشور اوستيوكلاست او اللي هي الاوستيوكلاست اللي لسه ما هي اكتف الين اكتف اوستيوكلاست، تمام؟ يعني هنا لا تلخبطوا، هنا بلاست اللي هي الخلية اللي تبني، وهذه الكلاست اللي هي الخلية اللي تهدم أو تكسر أو تشيل الكالسيوم وتحطه في الدم. طيب وهذه نفسها أوستيوكلاست، هذه اللي هنا الصغيرة هذه أوستيوكلاست بس إنها لسه ما اكتملت لسه immature. المهم إنه هذه الكلاست عليها ريسبتر اسمه رانك ريسبتر، تمام؟ هذا الرانك ريسبتر حيجي ويرتبط في الرانكل اللي موجودة على الأوستيوبلاست. طيب فالرانك موجود في البري اوستيوكلاست اللي هي الامتشور، فاول ما بيرتبط بتسوي له ايش ديفرينشيشن انتو اوستيوكلاست ان اكتيفيشن. يعني اول ما بيرتبط الريسبتر الرانكل اللي على الاوستيوبلاست بالرانك ريسبتر اللي على البري ماتشور اوستيوكلاست، ان شاء الله ما اكون عكستهم، بيصير اكتيفيشن للبري اوستيوكلاست انتو اوستيوكلاست وبتبدا تشتغل. طيب ثاني حاجة اللي هي الOBG اللي هو الأوستيو بروتيجيرين. طيب الأوستيو بروتيجيرين ده عبارة عن ديكوي ريسبتر للرانكل، يعني بيشتغل عكسه أو بيكون زي اللي هو بيسوي له سبرس أو بيمنع، يعني أنت بتشغل أوستيوكلاست بس في حاجة موقفتك مبدئيا كذا الOBG موقف هذه العملية اللي قلناها قبل شوية. يعني الOBG antagonizes the effect of رانكل، يعني ما بيخلي الرانكل هذا يشتغل. طيب and interrupt the cross talk between osteoblast and osteoclast، يعني إلين فترة معينة الOBG ما بيخلي الرانكل يحول الأوستيوكلاست البريماتشور أوستيوكلاست إلى أوستيوكلاست. هذه الصورة أوضح يمكن، هنا عندنا أوستيوبلاست طيب وهنا عندنا اللي هي البريماتشور أوستيوكلاست. البريماتشور أوستيوكلاست عليها ريسبتر اللي هو هذا ريسبتر اسمه رانك ريسبتر. طيب والأوستيوبلاست عليها مركب اللي هو الرانكل، طيب هذا اللي هو الأزرق هذا الرانكل. أول ما الرانكل بيرتبط في هذا الريسبتر هذول الاثنين بيرتبطوا مع بعض الأوستيوكلاست بتتحول إلى أكتف أوستيوكلاست، البري أوستيوكلاست بتتحول إلى أكتف أوستيوكلاست وبتبدأ تشتغل. لكن مين اللي موقف الشغل اللي هو هذا الأحمر؟ هذا الأحمر هو الOBG طيب كذا ماسك اللي هي الرانكل طيب وما مخليها تشتغل، ما مخليها ترتبط في الريسبتور إلين فترة معينة. أول ما الOBG بيروح هذه بتقدر تصير لها differentiation. طيب هنا نفس الكلام إنه البي تي اتش طبعا اللي هي الباراثايرويد بتحفز الأوستيوبلاست to secrete رانكل which then goes on this to stimulate the osteoclast precursor to become active. والOBG is a competitive inhibitor of Rankl. هذه كلها نفس الكلام اللي قلنا فوق. And thus blocks it from activating the osteoclast.
المهم BTH is secreted by some forms of cancer including breast carcinoma. إنه BTH ممكن تطلع في حالات البريست كارسينوما, بيزيد عندنا الباراثايرويد هرمون, فبالتالي بيزيد عندنا الاكتيفيشن اوف اوستيوكلاست, فممكن يصير عندنا مشاكل في البون بسبب البريست كارسينوما. تمام, هنا اللي اعرفه انه البي تي اتش, البي تي اتش بتزود السكريشن اوف رانكل, معكم الكتاب, بتزود السكريشن اوف رانكل من الاوستيوبلاست خلاص, والرانكل بيحول البري اوستيوكلاست الى بري الى اوستيوكلاست اكتيف اوستيوكلاست. تمام, والاو بي جي عكس الرانكل ما بيحول او بيوقف تحويل الاوستيوكلاست البري اوستيوكلاست الى اوستيوكلاست. طيب نجي على الباراثايرويد هرمون. الباراثايرويد هرمون بيتصنع في الشيف سيلز حقه الباراثايرويد جلاند. كيميكالي في هو مكون عن مكون من 84 امينو اسيد بيبتايد. طيب هذا الباراثايرويد هرمون له اكشن على البون الكدني والانتستاين زي ما قلنا, على البون والكدني غالبا دايركت, على الانتستاين عن طريق انه هو بيأكتف الفيتامين دي 3, والفيتامين دي 3 بيروح وبيخلي يصير في كالسيوم ابسوربشن او امتصاص للكالسيوم, فبالتالي البيشنس اللي عندهم ديفيشنسي في الفيتامين دي 3 ما بيمتصوا الكالسيوم من الامعاء, او البيشنس اللي عندهم ديفيشنسي في الباراثورمون عندهم ديكريس في الكالسيوم ديكريس, بعدين شوفوا ايش الفانكشنز حقت الكالسيوم وحطوا السبتومز والافكت وغيره. مثلا الكالسيوم مسؤول عن الكونتراكتيليتي فحقت البون, فالباراثورمون لو نقص ما في كالسيوم فما في كونتراكشن فما في, بيصير في فتيق, بيصير في مثلا لو هارت ريت والكلام ذا, لو اكسجين كونسبشن, ممكن يدخل في حاجات كثيره. المهم كلها زي ما قلنا ان الباراثايرويد شغله انه بيزود البلازما كالسيوم كونسنتريشن. طبعا زي ما قلنا انه على البون والكدني دايركت وميدييتد باي سايكليك اي ام بي, يعني لازم يكون في سايكليك اي ام بي, والاكشن اون انتستاين بتكون اندايركت عن طريق الاكتيفيشن اوف فيتامين اللي هو ايش دي 3 تمام او فيتامين دي. طيب هذه هي نفسها لما البي تي اتش لما البلازما كالسيوم بيقل هذا الشيء بيعطي اشاره للباراثايرويد هرمون انه يزيد عشان يعدل الليفل, فبيزيد بيشتغل على البون بيخلي الاوستيوكلاست تكسر كالس او تشيل الكالسيوم عن البون وتحطه في الدم, فكده زودنا شويه كالسيوم, بيروح على الكدني وبيمنعها انها بيمنعها انها تخرج الكالسيوم فبيزود الكالسيوم ري ابسوربشن, برضه بيزود اليورينري سايكليك ام بي هذه بتزيد, والفوسفات ريابسوربشن بيقل. فهنا معلومة انه لما بيقل لما بيزيد الكالسيوم في الدم بسبب الريابسوربشن اوف كيدني الريابسوربشن اللي صار في الكيدني الفوسفات بيقل بيقل في الدم. يعني عموما ممكن كده تلخصوها الفوسفات بيقل في الدم وبيزيد في اليورين تمام, والكالسيوم بيزيد في الدم وبيقل في اليورين. متى؟ لما بيصير في انكريز ريابسوربشن او عموما لما بيطلع الباراثايرويد هرمون. فممكن اقول كمان بشكل ثاني ان الباراثايرويد هرمون بتقلل الفوسفات في الدم وبتزود الكالسيوم, وبيروح على الانتستاين عشان يزود اندايركتلي عن طريق اكتيفيشن اوف فيتامين دي عشان يزود الكالسيوم ابسوربشن. كل هذا الشيء بيخلي عندي البلازما كالسيوم يرجع للليفل الطبيعي. طيب على الانتستاين حنرجع نعيد indirectly stimulate intestine calcium absorption عن طريق الفيتامين دي. الباراثايرويد ايش بتسوي؟ بتأكتف الرينال الفا 1 الفا هيدروكسيليز. طيب اللي هو ايش يعني كذا البي تي اتش دي بتروح اول حاجة على الكدني. طيب الكدني عندها انزيم اسمه 1 الفا هيدروكسيليز, هذا الانزيم اللي هو 1 الفا هيدروكسيليز بيحول لي ال 25 هيدروكسي كولي كالسيفيرول اللي هو ذا 25 هيدروكسي كولي كالسيفيرول الين بيحوله ل 1.25 داي هيدروكسي كولي كالسيفيرول تمام. فهو بيحوله من كولي هيدروكسي كولي كالسيفيرول الى داي هيدروكسي كولي كالسيفيرول, والرقم بيتغير من 25 الى 1.25. طيب هذه في الكدني تمام عن طريق اي انزيم؟ عن طريق الالفا 1 الفا هيدروكسيليز. بعدين
ال 1.25 دي هيدروكسي كوليكالسيفيرول بيأكتف الانتستين الكالسيوم ابسوربشن اللي هو يعتبر الاكتف فورم اوف فيتامين. طبعا في قبلها ستيبس في الليفر كده بس ما اتطرقت لها. فعموما ممكن اختصر الكلام ذا انه البي تي اتش بيأكتف ال 1 الفا هيدروكسيليز الموجود وين؟ في الكدني، عشان ال 25 هيدروكسي كوليكالسيفيرول يتحول الى 1.25 هيدروكسي دي هيدروكسي كوليكالسيفيرول، وهذا حيروح للانتستين ويزود الكالسيوم في البلد. تمام. فالسؤال ممكن يكون على الانزيم، ممكن يكون على الفورم الاكتيف فورم اللي هو 1.25، او ممكن يكون انه البي تي اتش بيسوي كذا، اي طريقه عاد. طيب الاكشن على الكدني ايش؟ انه هو دايركتلي بيروح على الرينال تيبيولز وبيقلل بيقلل الري ابسوربشن اوف فوسفات، يعني عموما بيزود الفوسفات في اليورين زي ما قلنا فوق، وبيزود الري ابسوربشن اوف كالسيوم، يعني بيقلل الكالسيوم في اليورين. طيب وبيزود الكالسيوم في الدم. خلاص، فهو بيروح على الكدني بيقول لها طلع فوسفات وخلي لنا الكالسيوم. طيب resulting in decreased serum phosphate، زي ما قلنا الفوسفات بيقل في الدم والكالسيوم بيزيد. طيب وين بيشتغل؟ بيشتغل في مكانين، في البروكسيمال تيبيول وفي الديستال تيبيول. في الديستال تيبيول بيزود الري ابسوربشن اوف كالسيوم عن طريق انه هو بيزود الكالسيوم شانلز، يعني بيجي على هذه الديستال تيبيول بيجي الباراثايرويد وبيحط هنا شانلز. طيب هذه الشانلز خاصه للكالسيوم، فبيجي الكالسيوم من هنا لين هنا وبيروح لي الدم. طيب في البروكسيمال تيبيول اول حاجه اكتيفيشن اوف فيتامين دي، طيب عن طريق الالفا 1 هيدروكسيليز، وديكريز الري ابسوربشن اوف فوسفات باي انكتيفيتنج صوديوم فوسفات كوترانسبورتر. يعني لازم نتذكر حاجه، الاكشن هذه اللي احنا قبل شويه قلناها بتصير في الكدني، تمام، وتحديدا في البروكسيمال تيبيول. تمام، تحديدا حتكون في البروكسيمال تيبيول دي، مره كده ركزوا عليها البروكسيمال تيبيول. خلاص، وبرضه في البروكسيمال تيبيول ليفل الفوسفات في الدم بيقل والاكسكريشن اوف فوسفات بيزيد، يعني بيصير عندنا فوسفات في اليورين اكثر. وين؟ في البروكسيمال تيبيول. فالى الان الباراثايرويد هرمون في البروكسيمال تيبيول ما اشتغل على الكالسيوم، تمام، في البروكسيمال تيبيول زود لي اللي هي الفوسفات او اللي خلينا نقول صوديوم فوسفات كوترانسبورتر او شانلز. طيب بيزود الصوديوم فوسفات شانلز، فايش بيصير؟ خلينا نقول هذه اللي هي هنا اليورين وهنا البلد، تمام، وهنا عندنا صوديوم فوسفات شانل، فبيجيب الفوسفات من البلد لين اليورين وبياخذ الصوديوم من اليورين لين البلد، تمام. فبالتالي الفوسفات يورين بيزيد والفوسفات البلد فوسفات بيقل. خلاص، هذه في البروكسيمال تيبيول، بينزل بعدين لين الديستال تيبيول وقتها بيغير في الكالسيوم. فإلى هنا ممكن برضو نرجع نختصر الباراثايرويد هرمون انه هو بيزود الكالسيوم وبيزود الصوديوم في الدم، طيب، وبيقلل الفوسفات في الدم. خلاص، وايش كمان بيسوي؟ بيزود الفيتامين دي، بيزود الفيتامين دي عن طريق انه بيأكتف الانزيم اللي هو الالف 1 الفا هيدروكسيليز. طيب هذول الاثنين وين بيصيروا؟ في البروكسيمال. وهذا وين بيصير؟ طبعا هذا بس كذا بيصير في اللي هو الديستال، هذا بيصير طبعا في البروكسيمال برضه. طيب في البروكسيمال تيبيول. اخر حاجه على البون، قلنا انه هو عنده سيفرال اكشنز ان بون، some direct to some indirect. المهم ان الباراثايرويد ريسبتورز موجوده على الاوستيوبلاست but not on osteoclast. يعني احنا فوق قلنا انه الباراثايرويد هرمون، او اول قلنا ان الباراثايرويد هرمون بيزود الكالسيوم في الدم، كيف؟ عن طريق ان الاوستيوكلاست بتشيل الكالسيوم اللي على البون وبتوديه للدم. لكن هنا قاعد يقول لي انه ما في ريسبتورز على الاوستيوكلاست للباراثايرويد، فالباراثايرويد هرمون بياكتف الاوستيوبلاست عشان الاوستيوبلاست تاكتف الاوستيوكلاست، فالاوستيوكلاست يشتغل الشغل اللي احنا نبغاه. تمام، انيشيالي اند ترانزينتلي بشكل سريع ومبدئيا كده البي تي اتش بتسوي ايش؟ ان انكريز ان بون فورميشن، بتزود البون فورميشن عن طريق ايش؟ انها بتاكتف الاوستيوبلاست. طيب لكن هذه بريف اكشن، وهي يعني كده مفيده او هذه زي ما يقول انه هي بريف اكشن، بيشرح لك انه ليش بيستخدموا الباراثايرويد هرمون في علاج الاوستيوبروسيس. يعني
ليش بنستخدم باراثايرويد هرمون؟ اللي هو احنا بنعرف انه هو بيزود الكالسيوم في الدم عن طريق انه بيشيله من البون. بنعطيه لاصلا الناس اللي عندهم مشكله او هشاشه عظام، لانه في نفس الوقت الباراثايرويد هرمون بياكتف الاوستيوبلاست، والاوستيوبلاست بتزود او بتسوي بون فورميشن، فالبي تي اتش يستخدم في علاج الاوستيوبروسيس. طيب على اللونج هذا شيء شورت لكذا مبدئيا بيشتغل، لكن اذا كان لونج اكشن لا وقتها بيخرب. فاللونج اكشن ايش بيكون؟ على الاوستيوكلاست. يعني البي تي اتش بيشتغل كذا مبدئيا ابو مثلا خلينا نقول فتره بسيطه كذا على الفورميشن اوف بون، لكن لونج اكتنج او على الفترات الطويله بتشتغل على الاوستيوكلاست بحيث انها تشيل الكالسيوم من البون وتوديه للدم. عن طريق ايش؟ عن طريق الرانك الريسبتور والرانك والاشياء اللي قلناها فوق، ما يحتاج انه نرجع نعيدها. طيب وهذه نفس السلايد اللي فوق. هنا عندنا الريجوليشن اوف باراثورمون. طيب قلنا كل الاكشن حقه الباراثورمون وكيف بيشتغل، الحين مين بيوقف الباراثورمون ومين بيسوي له ريجوليشن؟ يعني كيف انا اصلا بوقف ذا او بزوده؟ طيب الاشياء اللي بتزيد الباراثورمون انه يقل عندنا الاكسترا سيلولر ايونايزد كالسيوم. لو قل الكالسيوم سواء في البلد او الاكسترا سيلولر بارت، او اذا زاد الفوسفيت كونسنتريشن. يعني لو زاد الفوسفيت في الدم، تمام، لو زاد الفوسفيت في الدم الباراثايرويد هرمون بيطلع عشان يقلله، ولو زاد لو قل الكالسيوم في الاكسترا سيلولر او في الدم بيطلع برضو الباراثايرويد عشان يزوده. طيب ايش اللي بتقلل الباراثايرويد ديكريز؟ اعكسوها عاد. اول حاجه انه عندنا النكت، اول حاجه اللي هي انه خلاص الليفل اوف كالسيوم زاد، تمام، هذه اشياء غيرها. طيب عندنا برضو المغنيسيوم. المغنيسيوم زي الهايبوكالسيميا، يعني زي الهايبوكالسيميا، هايبومغنيسيميا اللي هي decrease in magnesium stimulate the parathyroid secretion، وهايبر مغنيسيميا انهبت. يعني ايش؟ لو كان عندنا هاي ليفل اوف مغنيسيوم الباراثايرويد ما بيطلع، لو كان عندنا لو ليفل الباراثايرويد بياخذ راحته بيشتغل، تمام. عندنا برضو اللي هي الاكتيف فيتامين دي. لو صار يعني احنا عندنا انه البي تي اتش بتزود الفيتامين دي، صح، بتاكتف الفيتامين دي، اول ما بيصير اكتف بيرسل نيجاتيف فيدباك عشان يوقف الباراثايرويد هرمون، فهذه الحاجتين اللي بتوقف الهالي. طيب نجي على الفيتامين دي. طبعا الفيتامين دي عنده ستيرويد، عنده انواع زي الكوليكالسيفيرول والايرجوكالسيفيرول. الكوليكالسيفيرول اللي احنا قاعدين نتكلم عليه اللي هو زي الدي هايدروكوليكالسيفيرول اللي هو الفيتامين دي 3 عموما. طيب وهذا الناتشرال فورم اللي موجود في الهيومنز. طيب وبيتصنع من الكوليستيرول في السكن in response to solar ultraviolet light، يعني عن طريق اشعه الشمس الكوليستيرول في السكن بيبدا يصنع لي اللي هو الكوليكالسيفيرول، تمام. اما الارجوكالسيفيرول فهو عباره عن فيتامين دي 2 واللي بيكون موجود في البلانيت. طبعا both دي 2 دي 3 موجودين في الدايت وبرضو effective في الادلتس، يعني كلهم effective ولهم شغلهم. طيب كيف الاكتيفيشن اوف فيتامين دي؟ طبعا الفيتامين دي 3 بيتصنع من الكوليسترول زي ما قلنا في السكن بسبب الالترا فايلت لايت او اشعه الشمس. بعدين الاكتيفيشن اوف فيتامين دي بيحتاج الى انزيماتيك هيدروكسيليشن عن طريق مين؟ الليفر والكدني. فوق احنا تكلمنا عن الكدني انه بيجي الانزيم اللي هو 1 الفا هيدروكسيليز بيحول لي ال 25 الى 125 داي هيدروكوليكالسيفيرول، تمام. لكن كان في خطوات قبلها عن طريق الليفر ما منشنها. فايش اللي هي؟ اللي هي انه في الليفر الفيتامين دي بيصير له هيدروكسيليشن عشان يتحول الى 25 هيدروكسي فيتامين دي، تمام. يعني احنا من البدايه بنحول الى 25 هيدروكسي كوليكالسيفيرول او هيدروكسي فيتامين دي عموما، وبعدين بيروح للكدني وهناك في الكدني بيتحول الى اللي هو 125 دي هيدروكسي فيتامين دي او دي هيدروكسي كوليكالسيفيرول اسم اللي تبغوه، او اللي هو الكالسيترول اي اسم شغال، عن طريق اي انزيم قلنا؟ عن طريق الالفا 1 هيدروكسيليز او 1 الفا هيدروكسيليز. طيب الاكتيفيتي اوف 1 الفا هيدروكسيليز استيميليتد عن طريق ايش؟ البي تي اتش ان لو بلازما فوسفيت كونسنتريشن. يعني عشان الالفا 1 هيدروكسيليز هذا يشتغل ويحول لي 25 الى 1.25 ويصير الفيتامين دي اكتف، لازم الفوسفيت ليفل يكون قليل والبي تي اتش ليفل يكون عالي او يكون موجود عندنا باراثايرويد هرمون. طيب هنا عندنا الريت اوف 1 هيدروكسيليشن اوف 25 تو 1.25، يعني عموما معدل التحويل
من 25 إلى 1.25 عن طريق الـ 1 ألفا في الكيدنيز بيكون برضو regulated. كيف؟ بالـ BTH كاسيتونين والبرولاكتين. طيب هنا إيش؟ البرولاكتين stimulate the hydroxylation وبرضو الـ BTH وبرضو الكالسيتونين. هذول قال لي إنه هو stimulate the hydroxylation. Whereas 1,2,5,2D itself هذه غير هذه السيروم فوسفيت. طيب عندنا الفوسفيت and a low glomerular filtration rate اللي هو GFR إذا كان low إيش بيسووا؟ بيمنعوا ال 1 ألفا اللي هو 1 ألفا hydroxylase activity. يعني لو كان عندنا شو اسمه الفوسفيت عالي، لو كان عندنا BO4 عالي تمام، أو الجلوميلر فلتريشن ريت قليل، أو مثلا زي متى يكون قليل؟ مثلا يكون في مشكلة في الكيدنيز أو حاجة زي كذا، فبيكون قليل، فبالتالي ال 1 ألفا هيدروكسيليز هذا بيوقف ما بيشتغل. طيب TNF and possibly other cytokines، عندنا TNF ومثلا cytokines ثانية برضو ممكن توقف لي الهيدروكسيليشن. طيب كده صار عندي شو اسمه اللي هو عندي الفوسفيت، هذه الاشياء اللي بتسوي انهبت لل1 الفا هيدروكسيليز. عندي الفوسفيت ولو جي في ار جي اف ار والتي ان اف. طيب هذول كلهم بيوقفوا الانزيم ذا، فبيمنعوا بيمنعوا اكتيفيت الفيتامين دي. مين اللي بيزود الاكتيفا؟ الباراثايرويد، الكالسيتونين والبرولاكتين، هذول الثلاثه 1 2 3 بيزودوا الاكتيفيشن اوف الفا 1 هيدروكسيليز. طيب ايش الاكشنز اوف فيتامين دي؟ برضو بيشتغل على الانتستاين والكيدني والبون، على الثلاثة اورجنز اللي قلناهم فوق. طيب كيف؟ طبعا هذا الكالسيترول او اللي هو الاكتف فيتامين دي 3 بيرتبط في الريسبتور نوكليير ريسبتور، يعني بيشتغل انتراسيلولر. طيب وبينظم السبيسيفيك بروتينز، بينظم فورميشن او سينثيسيس اوف سبيسيفيك بروتينز. طيب الفيتامين دي 3 او الفيتامين دي على الانتستاين بيزود الابسوربشن اوف كالسيوم اند فوسفيت، يعني بيزود الكالسيوم والفوسفيت ابسوربشن. طيب عندنا اللي هو هذا ال 1,2,5 داي هيدروكسيكولي كالسيفيرول اللي هو الاكتيف فيتامين دي، بيزود بوث كالسيوم اند فوسفيت ابسوربشن، يعني الكالسيوم والفوسفيت بيزيدوا في الدم. تمام ان ذا انتستاين 1,2,5 dihydroxycalciferol induces the synthesis of vitamin D dependent calcium binding protein اللي هو الكالبندن دي. يعني هو ايش بيسوي؟ انه هو الفيتامين دي دي هذا نفسه بيحفز انه يصنع حاجه اللي هي اسمها فيتامين دي dependent calcium binding protein. يعني هي عبارة عن بروتين بيرتبط في الكالسيوم dependent أو بيعتمد على وجود الفيتامين دي. تمام فهو بيصنع الفيتامين دي نفسه بيصنع هذا البروتين اللي هو اسمه الكالبندن دي. طيب هذا البروتين موجود في السيستول بيرتبط في 4 كالسيوم، يعني أول ما الفيتامين دي بيتصنع بيروح بيطلع لي حاجة اسمها كالبيديولين دي. الكالبيديولين دي عنده 4 أيادي، الأربع أيادي هذه بيشبك فيها 4 كالسيوم. طيب المهم إيش الأكشنز of vitamin D على الكدني؟ كذا هذه الأكشنز حقت إيش؟ الانتستان. طبعا على الكدني الفيتامين دي بيحفز الكالسيوم and phosphate reabsorption، يعني كأني بقول إن الفيتامين دي دي عكس الباراثايرويد هرمون. ليش؟ لأن الباراثايرويد هرمون بيزود كالسيوم بيقلل فوسفيت، لكن هذا بيزود الاثنين مع بعض اللي هو الفوسفيت والكالسيوم، بيزود الاثنين، بيزود الريابسوربشن حقتهم والابسوربشن من الانتستاين. الريابسوربشن من اليورين يعني ما بيطلعوا برا الجسم، والابسوربشن من الانتستاين يعني بيزيدوا في الدم. طيب ايش الاكتف الاكشن على البون؟ انه indirect effect on bone، عنده indirect effect. كيف؟ اللي هي البون mineralization. طيب ايش الافكت حقته؟ انه هو بيسوي mineralization او زي التعدين، يعني بيحط المعادن على البون بشكل غير مباشر. طيب كيف هذا الشيء؟ او بسبب زيادة الكالسيوم والفوسفيت absorption، بسبب انه هو زود الكالسيوم في الدم والفوسفيت في الدم، فايش اللي بيصير؟ زي خلاص هو بيزودهم في الدم، الكالسيوم بعدين بيشوف انه هو كثر ولازم يشوف له مكان يقعد فيه زي الفوسفيت، فبيروحوا بيقعدوا على البون. تمام طيب
هذه الاكشن بتكون اندايركت على ايش؟ على البون. فالفيتامين دي 3 بسبب انه هو زود الكالسيوم والفوسفيت، الكالسيوم والفوسفيت لما زادوا راحوا وجلسوا في البون. تمام. طيب هنا عندنا الدايركت افكت، يعني احنا عندنا اندايركت ودايركت. الدايركت افكت هي ايش؟ البون ريسوربشن. طيب هنا ال 125 داي هيدروكسي كوليكالسيفيرول بيشتغل synergetically with BTH to stimulate the osteoclast activity and bone resorption. يعني اللي بيصير بالضبط إلى الحين إنه الفيتامين دي 3 بيزود الكالسيوم والفوسفيت، هذولا ما بيلاقوا مكان فبيروحوا وين؟ بيروحوا على البون. طيب بس مو الفيتامين دي اللي رسلهم على البون، لكن بعدين خلاص أول ما يخلص الفيتامين دي ويفضى بيروح هو والباراثايرويد هرمون وبيأكتف الأوستيوكلاست. فايش اللي بيصير؟ بيصير عندنا ريسوربشن. فالأوستيوكلاست بتتأكتف بسبب البي تي اتش والفيتامين دي 3 وبتقوم بتشيل الكالسيوم من البون وبتودي لي البلد. تمام؟ يعني كذا هجمة عكسية. This action may seem paradoxical because the overall action of 1,2-dihydroxycholecalciferol أو الأكتف دي 3 is to promote the bone mineralization. يعني هو كأنك بيقول لك إنه هي إنه هذه الأكشن اللي هو قبل شوي سواها كذا كأنها معاكسة للي إحنا قلناه فوق. ليش؟ إنه إحنا بنعرف إنه الفيتامين دي 3 مسؤول عن البون mineralization، لكن هنا قاعد يكسر الكالسيوم. لكن عموما however mineralized old bone is resorbed to provide more calcium and phosphate to the extracellular fluid so that new bone can be mineralized. يعني ايش اللي بيصير بالضبط؟ انه من جديد كذا الفيتامين دي 3 بيزود الكالسيوم والفوسفيت بالدم، هذول بيروحوا وبيكونون وبيسووا mineralization لبون. طيب هذه البون بتقعد سنه مثلا، خلينا نقول يوم يومين ثلاثه الين نقول الين تصير old. طيب الحين اللي بيصير انه بيرجع الفيتامين دي 3 والبي تي اتش بياخذوا من الاولد العجوز هذه اللي خلصت بياخذوا منها كالسيوم وبيروح الكالسيوم هذا للدم. في نفس الوقت صح انه انا كسرت من الاولد بون، لكن اعطيت فرصه انه اسوي مينرالايزيشن جديد، يعني بون ريموديلينج جديد، بحيث انه هذه الاولد تصير نيو. ليه؟ لانه خلاص الجسم بياخذ اشاره انه هذه ترى ما عاد فيها كالسيوم، فبيبدا يسوي الخطوات الاولى ويحط عليها كالسيوم وفوسفيت والكلام ذا. فيعني بياخذ منك بس بيعوضك زي كذا، هو أول شيء أعطاك بعدين أخذ منك بعدين عوضك. هذه وظيفة الفيتامين دي 3. طيب برضو الفيتامين دي بيشتغل على الأوستيوبلاست to stimulate the synthesis and release of الرانكل. هذه أشياء قلناها فوق، الرانكل مع الرانك، الرانكل موجود على الأوستيوبلاست، الرانك موجود على الأوستيوكلاست. الرانكل أول ما بيرتبط في الرانك بيحول البري كلاست اللي هي الأوستيوكلاست إلى إيش؟ إلى ماتشور كلاست، والكلاست بتبدأ تكسر البون وتاخذ كالسيوم للبلد. طيب هنا عندنا الكالسيتونين ثاني واحد. طبعا الكالسيتونين بيطلع من البارافوليكولر سيلز حلقة الثايرويد، عبارة عن 32 امينو اسيدز. المين رول حقته انه هو بيوقف البون ريسوربشن، يعني هو بيقلل الكالسيوم في الدم، بيوقف الاكتيفيتي اوف اوستيوكلاست، وهو عكس البي تي اتش والفيتامين دي 3. طيب فزي ما قلنا بيقلل الريليز اوف كالسيوم اند فوسفيت فروم بون، فهو بيقلل الكالسيوم وبيقلل الفوسفيت. طيب indirectly lowering serum calcium and phosphate زي ما قلنا prevent acute hypercalcemia، يعني هو بيمنع الاكيوت hypercalcemia، بيمنع زيادة الكالسيوم في الدم بشكل كبير بسبب مثلا الدايتري انتيك، انه بعد ما ياكل البيشنت مثلا لو اكل وجبة فيها كالسيوم كثير فهو بيقلل هذا الكالسيوم. طيب عندنا الكالسيتونين بيشتغل على البون والكدني، هنا ما ذكر اي شيء للانتستاين. طيب على الكدني بيزود اليورينري اكسكريشن اوف كالسيوم اند فوسفيت صوديوم اند بوتاسيوم. يعني ايش بيسوي الكالسيتونين؟ بيقلل الكالسيوم والفوسفيت والصوديوم والبوتاسيوم ان بلد، خلاص بيقلل كل ذي الاشياء في البلد. طيب هذا الكالسيتونين. البي تي اتش كان بيزود الكالسيوم في البلد، بيقلل الفوسفيت، بيقلل الفوسفيت وبيزود الصوديوم. الفيتامين دي 3 بيزود الكالسيوم والبي او 4 في البلد، خلاص احفظها زي كذا. طيب على البون كالسيتونين بيقلل الريسوربشن اوف كالسيوم، طيب فبالتالي بيحمي البون ماس بيخليها دنسيتي اكثر.
لكن ما له أي تأثير على البون فورميشن، يعني هو ما بيسوي بون فورميشن، ما بيسوي مينراليزيشن. At a cellular level بيوقف الاكتيفيتي اوف اوستيوكلاست، برضو بيوقف الاوستيوكلاست، فبالتالي بيمنع انها هي تكسر. Calcitonin is used in treatment of Paget's disease of bone and it also approved for treatment of osteoporosis، بيستخدمه في علاج الاوستيوبروسيس والباجتس ديزيز اللي هي بتكون اصلا قاعدة تكسر. الامراض هذه بتكون تأثر على هشاشة العظام. طيب كيف بيتنظم؟ بيزيد لما بيزيد الكالسيوم في الدم او الدوبامين الاستروجينز والبيتا ادرينرجيك، هذول كلهم بيزودوها. الجاسترين اللي من المعدة برضو بيسوي استيميليشن للكالسيتونين، عشان ايش؟ عشان يمنع الهايبر كالسيوم. ليش؟ بيجي اكل، الاكل فيه له كالسيوم كثير على المعدة، بينزل كذا على المعدة. المهم بيطلع عندنا جاسترين، الجاسترين هذا بيرسل سيجنال انه ترى عندنا كالسيوم كثير، وهذا الكالسيوم حيسوي هايبر كالسيميا، فالكالسيتونين بيطلع وبيقلل هذا قبل لا يصير عندنا هايبر كالسيميا. طيب برضو with gastrin being the most potent stimulus، يعني gastrin هو أكثر حاجة بتحفز الكالسيتونين. طيب أكثر شيء اللي هو الجاسترين. تمام. secretion of calcitonin بيقل عن طريق إيش؟ إنه لما بيقل البلازما كالسيوم، أول ما الكالسيوم بيقل في الدم بيتفعل ال BTH وبيزوده والكالسيتونين بيتوقف. وبس كده، يعطيكم العافية.